تصريحات كارلوس كيروش سريعا نستعرضها مع حضراتكم كملخص لما قاله في المؤتمر الصحفي. قال ان كما قلت قبل المباراه لقاء صعب على الفريقين، نهائيات تصفيات افريقيا مبارياتها قويه للغايه، كنا متوقعين صعوبه المباراه واللقاء كان منقسما بين الفريقين. قال بدانا بشكل جيد جدا وتحكمنا بمجريات المباراه في كل مساحات الملعب وسجلنا هدفا بعد ذلك. قال ان حاولنا ان نستقبل هجمات السنغال والمعاناه كانت امرا طبيعيا لاننا قدمنا اداء دفاعيا جماعيا جيدا لكنهم تفوقوا فرديا. قال خلقنا، انا متفق جدا مع النقطه دي، النقطه دي اللي قلناها دي حاسمه، دي اللي ذكرتوها حضرتك الكابتن علي. قال خلقنا العديد من الفرص بفضل روح اللاعبين الجيده، من الطبيعي ان يكون لهم فرص امامنا قياسا بامكانياتهم. قال كان لنا فرص ايضا للتسجيل، استحقينا الفوز بلا شك، نحن افضل فريق وافضل مقاتلين وفرصنا كانت افضل، اهنئ اللاعبين وعلينا الاستعداد للمباراه الثانيه. قال اشراك عمر جابر بسبب انسجامه مع صلاح، ده السؤال، فقال ان الكل قدم مباراه جيده فرفض التعليق بشكل واضح على السؤال. قال ان القرارات نتيجه عمل كبير ومشاهده مباريات كثيره في الدوري، بمناسبه صلاح وعمر كانوا متفاهمين جدا، فلو الموضوع لاراحه صلاح انا موافق، مفيش مشاكل، وكان فعلا واضح ان في تفاهم بينهم دفاعيا وهجوميا. تتفق او تختلف كابتن هشام؟ اللي هي كان في تفاهم ما بين صلاح وعمر جابر، مش دفاعي. في صلاح كان راجع بيدعم عمر قوي، في وعمر لما بيتقدم كان فاهم صلاح، هو في الشق الهجومي وكان في الشوط الاول فقط لا غير. دي حقيقه يعني، وصلاح كان بيرجع يدافع كتير قوي، ساندو بعض الشيء في الشوط الاول صح، عشان كده في ادائه في الاخر كبدني بان عليه قال يعني. لان كان بيرجع كتير قوي فعلا. قال ان النتيجه حتى الان يعتبرها 0-0 لان كل شيء وارد في التصفيات، جمله منطقيه جدا. قال يجب ان نعمل جهدا مضاعفا في العوده، علينا الدفاع ب 15 او 16 لاعبا، بمعنى ان يقدم اللاعب ضعف الجهد الطبيعي اللي عنده، علينا التحكم في النتيجه وقت المباراه، هناك اشياء بالكواليس على المدرب ان يتابعها، والتاريخ لا يذكر من لعب بشكل جيد. متفق، ايطاليا غادرت التصفيات بالامس، هي لعبه الاقوياء، لا ارى سببا لوجود غضب بين الصحفيين المصريين بعد الفوز على السنغال، هو جاي من قلق اكتر منه ده حقيقي. زعل يعني ده حقيقي. احنا اكيد فرحانين، بس انا بختلف معاه في حاجه واحده بس يعني ما يقولش النتيجه 0-0، ما ينفعش ما ينفعش يقول 0-0، لازم يتعامل بالواحد صفر. ولا يا كابتن علاء ما ينفعش يقول 0-0، طالب يقول لك كاني انا رايح كان الماتش 0-0، لا ده انت رايح متقدم 1-0. فدي لازم احطها في اذان اللاعبين، وهو اولا عشان اللعيبه تاخدها منه يعني. قال ان السنغال، متفق، قال ان السنغال من اقوى منتخبات افريقيا وبطل كاس الامم ولعب في كاس العالم، فاز بعدد من المباريات في المونديال. هو هنا بيقول لنا يعني احنا يعني ماشي. على قد الحافك مد رجليك. انت ما كسبتش كاس ولا ماتش في كاس عالم يعني، قصدي يقولها غالبا. قال انا المدرب الوحيد اللي صعد كاس العالم 4 مرات ومن اكثر المدربين اللي حققوا نتائج ايجابيه. دي اللي مالهاش اي لازمه، وعندي خبره. لا لا مش بحاول، مالهاش اي لازمه، هو بيقدم سي في ما بيرد على السي في موجود في الاتحاد. ما هو ده ردا على الصحفيين اللي ضايقوه بكلامهم على ما يعني، لازم يبقى كول خالص، ما يتوترش. خبره كبيره واكبر من كده، وعارف انت يرد عليهم بايه؟ صعود كاس عالم. هو قال لهم انا وظيفتي اخد قرارات واكسب، وانت وظيفتك تنتقد وظيفتي. صحيح، قال لنا يعني بما اني انا صحفي انا كمان. طب ما هو وظيفته ينتقد وظيفته. يا عم كروش شايف على نفسك الباب واشتغل وقلوبنا معاك. ايه ده كروش؟ ايه ده احنا وراك وداعمينك يعني. بس كده خلاص. ولكن ما قاله تريزيجيه هو المعبر الحقيقي عن الملخص يعني، واللي يدينا تفاؤل، انه قال ان كل لعيبه منتخب مصر مش سعداء، واحنا مش حاسين ان احنا اتاهلنا، وكان عندنا احسن، كنا عايزين نتيجه افضل، فرايحين هناك نقدم. واضح بعد المباراه. انا بشكره وبحييه على تصريح دوت. ده تريزيجيه. بعد اذن حضرتك، مقومات الدفاع ليها خيارات معينه.